بما انك دلوقتي انت لسه مخلص حفل العلمين وشايف ردود الافعال بتاعت الناس في الحفله كانت عامله ازاي، والناس يعني متشوقه انها تشوف المهرجانات والنوع ده من المهرجانات، ونشوف حكيم والاغنيه المصريه الشعبيه ممثله في مهرجانات كبيره زي دي، شايف احنا ممكن ده يفيدنا ازاي لو كررنا التجربه دي في محافظات تانية؟ ده لازم وأساسي، ومهرجان العالمين يكون نواة ينبثق منها كذا مهرجان. يعني لو قلنا ده نواة زي كتير من المهرجانات في الدول العربية زي قرطاج مثلا، قرطاج بيطلع منه بتاع حوالي 30 مهرجان. لو مهرجان العالمين يعني اتأسس كده واتولد كده وبقى حاجة جامدة كده وطلع منه كذا مهرجان، مثلا لو رحنا سوهاج، لو رحنا المنيا، لو رحنا أسوان، لو رحنا بني سويف، لو رحنا الشرقية، لو رحنا المنصورة، لو رحنا الدقهلية الغربية، يعني نلف في كل المحافظة، السويس، بورسعيد، يعني المفروض يبقى فيه في كل بلد مهرجان. ويمكن انا اقترحت من فتره كده ان كل محافظه يبقى فيها مسرح زي بتاع مارينا هنا، زي اسوه بالرياضه، كل محافظه وفيها استاد. طب ما كل محافظه يبقى فيها مسرح. ما دي العداله الثقافيه اللي احنا طول الوقت بنرضي بيها، ولما كده اهالينا في الصعيد بيكون في حفلات بنشوف الناس عيونها في البلكونات واقفه بتنور من بالظبط الفرحه كده، بالظبط بالموسيقى فرحانين. والبهجه اللي بتسمعها في ناس ما الموسيقى. تعرفش يعني ايه المسرح ده اللي احنا عاملينه والاضاءه والصوت والحماس. في ناس في الصعيد ما يعرفوش ده.